سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة وبرنامج المرأة المسلمة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا النهاردة، وبرحب أيضا بجميع إخواتنا على صفحة المرأة المسلمة وصفحات قناة الحياة كلها على الفيسبوك وأيضا على اليوتيوب مباشر. بصلي أنه تكون حلقة النهاردة سبب بركة ليكم جميعا. حلقة النهاردة بعنوان المسيح كفايتي، والحقيقة أنه عنوان الحلقة ده هو لسان حال أخونا العابر مصطفى وأولاده اللي هتسمعوا منهم قصتهم النهاردة. بس خليني الأول أشارك معاكم فكرة وانتوا بتتفرجوا على الحلقة، أرجو أنه يعني تفكروا في اللي بقوله ده شوية. كل واحد مننا عنده انطباع عن الله والعلاقة بالله في قلوبنا، في أفهمنا، في صورة ذهنية اتولدت من خلفياتنا الدينية والثقافية، سواء كنا شرقيين أو غربيين، مسلمين، مسيحيين، لا دينيين. كل واحد مننا عنده خلفية خاصة يعني انطبعت في ذهنه وفي قلبه، وحسب الصورة الذهنية دي بلا قصد ممكن بنحط الله في قالب، وبنحط الله في قالب محدود، لأنه يعني من يقترب من الله يعرف أنه لا حدود لإمكانياته ومحبته وقدرته، عارفينها كده بالفهم، لكن الاقتراب منه ويعني التلامس مع ما يعمل في حياتك أو كيف يتقابل معاه بيختلف. فالنهاردة أنا بكلم كل حد حاطط ربنا في قالب، وبقول له القالب ده بيخليك تتوقع ان الله يتعامل معاك من خلال القالب ده فقط. يعني اذا كنت تعرف ان الله بعيد، الله في السماء ولا يقترب منا زي ما الاسلام علمنا، يعني هو على العرش استوى واحنا في حتة تانية. اذا كنت مؤمن وعارف ان الله بيتعامل معاك عن قرب بشكل خاص، بتسمع صوته وما بتسمعش صوته. في ناس تقول لك ازاي يعني اسمع صوت ربنا، لكن انا عايزه اقول لكم النهارده ان ربنا عايز يغير المفاهيم دي ويعلمك عن شخصه. كل قصه بنقدمها، كل فكره بنقدمها هي مرتبطه بشخص الله، وده غايه ما نقدم. قصص العابرين بنشوف ان الله بيكسر القوالب والحدود والحواجز، ويهدم كل الاسوار اللي بتعيقنا ان احنا نراه ونقترب منه علشان يغيرنا في لحظات. النهارده وانت بتسمع وانت بتسمعي قصه المسيح مع مصطفى واولاده، وارجع اقول تاني انه قصه كل عابر وعابره هي قصه محبه المسيح، هي قصه المسيح مش قصتي ولا قصتك. فالنهارده اسمعوا قصه محبه المسيح وعمل المسيح مع مصطفى واولاده، وبصلي انكم تسمعوا من خلف، يعني انكم ما تسمعوش من خلف اسوار العدو، وان الرب يحرر قلوبكم وافهامكم ويتواصل معاكم زي ما عمل مع مصطفى ويوسف وتوني. خلينا نسمع. مصطفى اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. ربنا يباركك. قول لي مصطفى، انت يعني كلمنا عن نفسك، قول لنا انت مين، منين، وازاي بدايه حياتك مع الرب يسوع؟ انا من صعيد مصر، من اسره معروفه جدا. في البداية خالص أنا زي ما بقول قلت حضرتك من صغري خالص كده، من قبل ما أدخل مدارس. أيوه. ما أعرفش كنت بتهيأ أو ده حقيقي، كنت بسمع في حد بيكلمني، وكان الحد ده بيقول لي حاجات، الحاجات دي كانت بتحصل فعلا. إني يعني كنت أقول لأمي في حد مثلا بيقول لي وقال لي كذا كذا، اللي بيقوله لي ده كان يحصل ده بفترة. فابتدوا يحسوا إن أنا مثلا في عليا جن. تعرف طبعا حضرتك المسلمين الحاجات دي، ويقولون المشايخ وكلام ده ويقولوا ده سليم ما فيهوش حاجه. ايوه. والصوت ده يعني صوت كان بيقول لك حاجات خير،
هل تعتقد يعني من معرفتك بالحياة مع ربنا دلوقتي ومعرفتك لصوت الله، هل تعتقد إن ده صوت الله ولا صوت شيطاني طبعا مثلا؟ طبعا، ده ما بقاش اعتقاد بقى. لما عرفت الرب يسوع مجد رب المجد في حياتي واعلن لي عن ذاته، وقال لي انه يعني في حاجات كانت بتحصل معايا قال لي انه هو اللي عملها طيب كمل. كويس، من وانا في الاسلام اي كويس. مهم. يعني في مواقف كتير حصلت معايا، معجزات نعم ما كنت ما اعرفش حصلت ازاي، انما عرفت بعد ما عرفت الرب المجد يسوع، انه يعني هو اللي قال ان هو اللي عمل. واحنا كمان لازم ولو تعرف ننبه المشاهدين انه الله بيتواصل معانا بكل الطرق. كتير من العابرين بيذكروا في طفولتهم، وانا واحدة منهم، انه كان في تواصل من الله معايا بطريقة اعجازية او بطريقة خاصة جدا. طيب الله طيب يحفظك. كمل. ازاي بقى كانت حياتك؟ هل كنت متدين؟ كنت متدين جدا وبحب ربنا جدا، بس كنت يعني ايه، في مطبات كنت اقع فيها كتير في حياتي، وان كانت كل سبل الحياه عندي متوفره بزياده كمان معايا حضرتك، أنا سامعاك. بس كنت اخرج منها، احس ان ربنا اللي انا اذكر له ده مش بيتفاعل معايا، بيتفاعل معايا الشخص اللي بيحطوه المسيحيين على صورته، واقول للمرشد بتاعي يقول لي ده انت عندك عليك مارد كبير، انت شيطان كبير عايز يكفرك. وضح للمشاهدين المرشد الموضوع اللي سهل. بتتكلم عنه. انت قلت لي انك كنت تتبع الطائفة الصوفية في الاسلام. المرشد ده هو شيخ الطريقة، اي وكان هو اللي بيدي لكل واحد الأوراد اللي هي الأذكار اللي يقولها. في بداية دخولنا بنحط ايدينا في ايده ونعمل حاجة زي عهد كده، يقول الطاعة تجمعنا والمعصية تفرقنا كويس. كنا نعمل حضرة يوم الاثنين والخميس بعد العشاء، نظل من المسجد نقف كده ونقعد نقول الله حي وقيوم ونقول قدوس. المشكلة بقى كانت معايا في كلمة قدوس، أول ما يبدأ كلمة قدوس كنت أشوف صورة الراجل اللي بيحطوه جماعة المسيحيين على الصور ويبتسم لي، وأقول لهم يقولوا لي ده مارد. طب يا إخوانا مارد وشه منور، مارد شيطان عاوز يخليك تبقى مسيحي ايوه كويس. تعبت نفسيا. ايوه مرت عليا فترة بقى ايه، الحد قعدت سنة كاملة ملحد، ولا إسلام ولا مسيحية ولا أي حاجة ايوه تمام. قعدت فترة زي ما قلت لحضرتك كده ملحد وتعبت، لدرجة إن أنا معلش سامحيني في اللي هقوله بقى معلش يعني ماشي. يا بس يا ريت تقرب المايك من بقك شوي. حاضر. يعني زي ما بقول لحضرتك، يعني وصل بيا بقى الحال، أنا قلت لحضرتك إن إحنا مش صيد ايوه تمام، فوجود سلاح في كل أسر الصعيد ده حاجة شيء عادي جدا معتاد عليه. ايوه فوصل بيا الحال لدرجة إن أنا في مرة كده أخدت البندقية وطلعت في الغيط وقعدت وجهت البندقية للسما كده وقعدت أضرب عليه على ربنا زي ما بقول لحضرتك كده بالظبط كويس. ايوه أنت ما أنتش موجود، أنت ليه سايبني كده؟ يتعالى عليا مجنون كويس. ايوه في الليله دي النور نور بقى خلاص، مش عايز اخش في تفاصيل، بس النور نور يعني. جات زي حاله كده وقعت فضيت، بس خلاص بعديها بقى عندي يقين تام تام ان رب المجد يسوع هو يهوه الظاهر في الجسد. على فكره انا ما بحبش اقول كلمه الله، فكر كده وقناعتك كده، ما بحبش اقول الله، بحب اقول يهوه إلهيم إدوناي. طيب وضح لي شوية يعني ايه جالك نور وانت في الغيط يعني؟ كل واحد ليه مطلق الحرية إنه يصدق أو ما يصدقش لا انا كويس. بص يا مصطفى، ما يهمنيش مين اتفضل. يصدق، انت تعطي شهادة لمجد الرب. الله الروح القدس هو المسؤول انه يلمس قلوب الناس. أنا وأنا بضرب البندقية السماء كلها نورت واتكلم معايا بصوت ملوش حتى اتجاه، يعني الصوت ده مش عارف قدامي من ورايا من يميني من شمالي،
ايوه الصوت من كل حته ايوه كويس. عشان كده بقول لحضرتك، مش عايز ادخل في تفاصيل، بقول لحضرتك انا وقعت ساعتها في الغيط، وقعدت بتاع ساعتين كده برمي في الزرع لغايه ما فقت يا وخلاص. بعد كده امين يا رب، انت يا رب الهي، انت حق الهي. بص كويس مصطفى، الرسالة دي ليك وللمشاهدين. أوكي. ربنا يفهم. كتير من العابرين النهاردة بيلمسهم روح الله بالطريقة اللي بيقول عليها مصطفى دي، إذا كان في أحلام، إذا كان في رؤى، إذا كان في رؤية وهو وإنت صاحي كده، لأنه الانفتاح اللي في قلب الإنسان اللي عايز يعرف الله بالحقيقة ربنا ما بيسيبوش. فاللي بيقوله مصطفى مش حاجة غريبة، اللي بيقوله مصطفى حصل مع كتير مننا، كتير شافوا المسيح وتلامسوا معاه بصورة خاصة جدا. كمل. بعد كده ابتدى بقى ايه، طبعا زي ما قلت حضرتك قصه كبيره وعريقه. كلامي ده ابتدى ايه يشعرهم بنوع من الخجل. جابوا لي طبعا، بيئسوا من حكايه المشايخ، يئسوا خلاص. جابوا لي دكتور، اكبر دكتور امراض عقليه ونفسيه في اسيوط، بعت اسمه لحضرتك في تقرير كده كتبته بسيط. الدكتور ده كان مسيحي، ولما عمل معايا جلسه وقعد معايا، جالي في البيت هو، حكيت له على كل حاجه، وطبعا توسمت فيه ان هو يفهمني او يصدقني. فوجئت بيه بيقول لهم ان انا عندي لوثه عقليه، واداهم تقرير طبي كده، اداهم تقرير طبي منه مختوم، وكتب لي ادويه. فاكر من الادويه ديت نوع برشام، كنت يعني بتحايل عليهم ان هم ما يدوهوليش، كان اسمه تريتكو. تريتكو ده كنت اخد منه الحبايتين كانوا ينيموني بالتلاتين. المايك بيتحرك يمكن وانت انا بتتحرك، تحت بس اوكي خليني. خالص، انا ما بتحركش خالص، انا واقف. طب اقعد، معلش اقعد. اوكي انا اوكي اقعد و بس الارض هنا، الارض هنا، استني حضرتك، الارض هنا فيها تعابين وعقارب وحيات، اقعد ازاي بس؟ طيب كان عمرك كم سنة لما حصل معاك المقابلة دي مع الله؟ لا مش هتذكر صدقيني، بس كنت شاب. طيب اتفضل كمل. الدكتور خذلني وكتب ان انا مريض بلوثه عقليه، وكتب لي براشيم زي ما قلت لحضرتك، فاكر منها برشام اسمه تريتكو. تريتكو ده كان بينيمني باليومين وبالثلاثه. اول اجراء خدوه ان الكافر لا يورث حسب تقاليد الشريعه الاسلاميه. طبعا رجعت كل ميراث اللي خدته من ابويا. ابويا كان تكليفه 60 فدان، واحنا 4 اولاد وثلاث بنات، البنات ما تورث ارض، فكل واحد فينا كان نصيبه 15 فدان. وفي برج في القاهره في منطقه اسمها منشيه البكاري، غير منشيه البكري، منشيه البكاري بعد فيصل. سامعني حضرتك؟ سامعك. في برج سكن كبير، وفي برج سكن في اسكندريه في منطقه اسمها الهنوفي. المهم اتنزلت عن كل حاجه، عن طريق طبعا ان انا اتضربت علقه حلوه واتمضيت على ايصالات امانه، ويا اما نازل يا اما اتحبس اقضي حياتي كلها في السجن. وبعت لحضرتك القضيه ديت، والقضيه مثبته، وظباط المباحث قالوا ايوه حصلت، وخدوا براءه اعتمادا على التقرير. كويس. اتنزلت عن كل حاجه. ولادي اتعرضوا للتعذيب كمان. بعض ضباط الشرطه اشاروا على اهلي ان بناء على التقرير دوت ممكن، وعملوا كده بالفعل، قطعوا لي شرايين ايدي على اساس اموت وتبقى الحادثه ان انا انتحرت نتيجه اصابتي بلوثه عقليه. اخد مكالمة معانا الاخ عادل من السعودية. اهلا بيك، تفضل. الو الأخ أحمد، الاخ احمد، اهلا اخ احمد، اتفضل. كيف الحال يا أختي أماني؟ كويس بخير؟ لو سمحت علي صوتك شوية يا احمد، انا مش سامعاك. عاوز أكلمك بعد الحلقة لو سمحت. طيب يعني انت يا جماعة اللي عايز يكلمني بعد الحلقة ممكن يقول للناس في الكنترول، وانا سعيدة جدا ان انا اكلمكم، سيبوا الرقم وحاضر هتكلم بعد الحلقة.
أوكي، ربنا يباركك يا أحمد. خلينا نكمل بقية القصة مع مصطفى، اتفضل يا مصطفى. أوكي، كل ده على فكرة موجود في جسمي كويس. يعني اشرح لي الحتة دي تاني، الضباط قالوا لأهلك إيه؟ الضباط قالوا لأهلي إن بناء على التقرير الطبي إن أنا مصاب بلوثة عقلية، أي لو في حد من إخواتي قطع لي شرايين إيدي ممكن ما تتأيدش قضية قتل، تتأيد قضية إن أنا انتحرت فهمت وأنا مصاب بلوثة عقلية، فهمت فوارد إن أنتحر أي كويس. أي مهم. وولادي اتعرضوا للعذابات كتير، انا يوسف ابني كانت المكوى، وعلى فكره كل حاجه بقولها لك متعلمه في اجسامنا، ممكن اصور لك اجسامنا، يوسف ابني كانت المكوى تتسخن على الاخر وتحط على بطنه. من مين؟ سامعاني حضرتك؟ ايوه، مين اللي كان من بيعمل كده؟ من عمامهم، عمامهم اهلي، طب اهلي انت في الوقت ده، هتجبرنا 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 العار. اتفضلي. انت في الوقت ده كنت متزوج؟ كانت زوجتك موجودة؟ زوجتي كانت موجودة وهي رفضت ولادي ورفضتني، أنا بقيت أنا محرم عليها خلاص. طب وليه ترفض الولاد؟ أنت مش حضرتك بتقولي إني كنت، ما هو ولادي تابعوني بقى، ولادي آمنوا بيا، مش آمنوا بيا، آمنوا بالمسيح اي معايا كويس. اي وكانت النتيجة اتنزلت عن مراسي وهربت بولادي اي بالولدين، وبقيت إيه يعني أتنقل من محافظات مصر، يعني مرة أعيش في اسكندرية، مرة أعيش في حلايب، وكل مكان كنت أقعد فيه أقعد لي فيه شهر شهرين ويتفضح أمرنا. يعني مش كنا نقعد بهدوء، لا، لأن مثلا لو أجرت أوضة كويس، اللي بيأجر لي بياخد البطاقة عشان يكتب لي عقد الإيجار، اي فمكتوب في البطاقة مسلم، اي يبص يلاقوني ولا بصلي مغرب ولا عشاء ولا جمعة، وساعات كمان كان يسمعوني يقولوا بيصلي زي الخواجات في الأجبية، يعني كانوا يسمعونا. اي فكان بقى إيه يعني إيه يعني يعني قدر ذكائهم مثلا يقول ايه ان البطاقه اللي معايا دي مزوره، اي وانا اصلا مسيحي وعامل بطاقه مزوره، وجاي الدار عامل مصيبه جاي الدار عنده. ده اللي كان شغل مخه قوي، يعني النبيه قوي، يعني اي كان يجيبها من الناحيه دي، ويرسل حالي ان اطرد انا وعيالي نروح نتنقل في محافظه ثاني. طبعا انا بقول لحضرتك ما كانش فيه معايا ولا مليم، حضرتك تركت بيت العيلة، كنا بنتنقل في محافظات مصر من مكان لمكان. كنا كل مكان نقعد فيه شهر شهرين لغاية ما اتفضح أمرنا، نتضرب ونطرد من الجيران ومن الراجل اللي مأجرنا، على أساس إن إحنا يعني مكتوب في البطاقة إن أنا مسلم، وكتب لي عقد الإيجار على إني مسلم، وكانوا بيشوف طبعا، وكانوا ساعات يسمعونا الجيران بنصلي في الأجبية، فيقولوا إحنا بنسمعكم بتصلوا زي الخواجات، انت البطاقه دي بتاعتك دوره، انت مش مسلم، انت مسيحي، مصيبه وجاي تدار عننا، عندنا اي هتجيب لنا مصيبه، طرد انا وعيالي، وساعات الضرب والطرد. كل ده كان بيحصل في محافظات الجمهوريه كلها، وفيش طبعا معايا فلوس، كان بيساعدني اب كاهن هو اللي كان بيبعت لي المصاريف اللي ممكن اعيش بيها انا وولادي، لغايه ما مجد لو ربنا سألتك، بالكاهن ده. استنى، لو سألتك يعني كم مرة اتنقلته من مكان لمكان؟ كتير يا فندم، انا بقول لحضرتك رحت حلايب، رحت الشرقيه، رحت اسكندريه، رحنا القاهره، رحنا جينا كدشنا كتير كتير، دايرين نتنطط في المحافظات انا وولادي، وكل ما نملكه كل واحد حاطط شنطه على كتفه كده معلقينها فيها كام غيار، وبنتنقل نشوف اوضه نقعد شويه لغايه ما يتفضح امرنا، لا يضربونا لا يطردونا، ونمشي نشوف لنا مكان تاني. الموضوع وكان ده زي ما بقول استمر حضرتك اللي قد ايه؟ بيساعدني استمر، يعني حوالي كان يوسف ساعتها في خامسه ابتدائي، ويحيى كان في تانيه ابتدائي. طبعا نسيت اقول لحضرتك ان كان في مدرس في مدرسه الولاد مسيحي، ده كان بيتواصل معايا تليفونيا، كان عارف قصتي، وهو اللي كان بينبهني يقول لي ما تجيش، في تليفونات بين المدرسه وبين اغلبيه المدرسين، ان انت لو جيت او العيال جم عشان يحضروا الامتحانات هيتصلوا بيهم وهيجوا ياخدوه. نشكر امان ربنا حضرتك لأجله. كويس. طيب عيالي عايز اوديهم، طب اخد عشان اوديهم مدرسه تاني لازم اروح اخد الملف بتاعهم من المدرسه نفس بنفسي بايدي بصفه أي ولي الامر،
المشكله كانت في مروح المدرسه، ان انا بمجرد ما اروح وانا قاعد عشان اخد ملفات العيال كانوا هلاقيهم فوق راسي في المدرسه. انت قلت لي ان ابنك الصغير كان في تانية ابتدائي والكبير كان في خمسة ابتدائي ودي اخر مرحلة دراسية هم حضروها. ايوه يا فندم، فعلا فعلا، اوكي. لغايه ما اتمجد ربنا، حد جاب لي تاشيره لدوله غربيه، والحد دوت اخذ عيالي خلاهم عنده بحيث ان انا اروح اعمل لجوء، وبعد ما اعمل لجوء اعمل ضم الاول. ففشلت في عمل اللجوء ورجعت تاني لمصر. رفضت الدولة دي لجوئي ورجعت تاني لمصر. كويس؟ وانا في الدولة دي اتعرفت بأب كاهن في الدولة دي. ابتدى معايا رحلة لغاية دلوقتي ما تركنيش، ما سابنيش. كاتب اسمه في التقرير اللي ارسلته عندكم. وقلت لحضرتك ان هو كان تلميذ للاستاذ وحيد. لو قرات نشكر التقرير، الرب، استاذ نشكر وحيد كان الرب. بيدرس له، الاستاذ وحيد كان بيدرس له عهد قديم في كليه اللاهوت في مصر، مجد وكاتب للرب. اسمه وكاتب رقم تليفونه. الاستاذ وحيد يعرفه جدا. كويس. كويس. رجعت عند فتره برضو كده توهان انا والولاد، لغايه ما ربنا فتح باب وسافرنا على الخرطوم انا وولادي. اي طبعا سافرنا بري بالاتوبيس، مفيش فلوس طيران. في الخرطوم يعني الكنيسه رفضت تساعدنا، الكنيسه الارثوذكسيه، لدرجه قالوا لنا ما تجوش تاني. كويس. ايه السبب؟ وابن الصغير ما اعرفش السبب، ما اعرفش، اي بس هم قالوا ان الوضع في الخرطوم عندنا زي مصر، ما يفرقش كتير عن مصر. يا ولو تحب اذكر لك اسماء الاباء الكهنه اللي قابلتهم في الخرطوم في الكنيسه الارثوذكسيه، اذكر لك. لا ما فيش داعي. يا تمام. في الخرطوم ابني الصغير يحيى عيب تسمم غذائي، وكان على مشارف الموت لدرجه ان المستشفيات رفضت تستقبله، وما كانش معايا فلوس اعالجه. لولا الاب الكاهن اللي انا عرفته في الدوله الغربيه دي، اللي هو كان تلميذ للاستاذ وحيد، كان بيبعت لي، ما كنتش اعرف اعالج ابني. وبعت لحضراتكم التقارير الطبيه في نشكر الخرطوم الرب. اي اللي كل حاجه اي انا بحكيها بمستندات وبادله. كويس؟ يعني مش بقول كلام مرسل كده، اي كله عند حضرتك، بعته لحضرتك بالدليل وبالبرهان وبالاثبات. اي بعد ما تمجد ربنا وابني خف، سافرنا رحنا جوبا اي اللي هي جنوب السودان. بعد معموديه الاولاد انتقلنا لدوله اخرى في افريقيا، عملت فيها لجوء في الدولة الأخرى دي. طبعا حاولت أروح الكنيسة بتاعتنا في الدولة دي، الكنيسة حاولت تساعدني، إنما للأسف السفارة المصرية عرفت بأمري وابتدت تضغط على الكنيسة في الدولة دي، وكانت هتسبب أسب كنت هسبب مشاكل للكنيسة دي. ازاي فالكنيسة السفارة عرفت خلت، بأمرك؟ لأن الدولة ديت الكنيسة المصرية عاملة فيها مستشفى كبير جدا بيخدم الدولة دي، والسفارة المصرية بتشرف على المستشفى وعلى الكنيسة، وفي ضباط مخابرات كمان جوه السفارة المصرية، اوكي. وكل واحد بيشتغل في المستشفى ديت لازم يكون معروف. ايوه. دي حقيقة فعلا، السفارة ابتدت تحس بيا وتشعر بيا، كان في مشاكل كنت هتسببها في الكنيسه، فالكنيسه معلش يعني كانت مضطره ان هي تتخلى عنها. كانت مضطره نتيجه ضغط السفاره المصريه. مفهوم. فرحت اتقدمت بقى لمركز اللجوء، مراكز اللجوء، وما زلت موجود حاليا في مخيم اللجوء في الدوله دي. وانا في نعمه كبيره 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 من المسيح. وزي ما قلت لحضرتك، ما فيش عندي اي عوز ولا احتياج، في اخوه مؤمنين بيساعدوني. بس وانا واثق جدا في المسيح، وسلمت حياتي انا واولادي، واللي ابتدى الرحله معايا اكيد هيكملها. انا واثق فيه جدا جدا جدا، لان هو قائد السفينه، وهو اللي قبل كده قال للبحر ابكم، فهيوصل سفينتي انا واولادي لبر السلام أمين باسمه وباسمه. أمين أمين في اسم يسوع. المسيح هو قائد السفينة فعلا لكل عابر وعابرة النهاردة ظروفهم صعبة
وفي حالة هروب، في مرحلة انتقالية صعبة، أنا بقول لكم زي ما قال مصطفى، المسيح هو قائد السفينة وهو اللي يقدر يوصلك لبر الأمان، زي ما عمل معايا ومع كثير من العابرين والعابرات. اللي سمعناه النهاردة معاناة حقيقية لراجل كان مرتاح في بيته وفي عيلته وورثه وزوجاته وأولاده، عارفين في مصر نقول إيه، العزوة كده اللي في الصعيد دي، والأهل حاجة يعني صعب إن الواحد يتشال منها. لكن مقابلته مع الله خلت كل ده لا يعني شيء بالنسبة له، وخلت الالتصاق بالمسيح شهوة قلبه، وخلت أولاده يشوفوا أن ربنا عمل معاه تغيير في حياته، لدرجة أنه الابن الكبير يتعذب ويتكوي بالنار بإيدين عمامه وأمه ويقول المسيح كفاية. أنا بصلي أن النهاردة ربنا يلمس قلبك. عايزة أقول كلمة عن اللي قاله مصطفى عن الكنيسة. طبعا مصطفى قال كلام كتير جدا عن ناس ساعدوه من داخل الكنيسة، مباركين والرب يباركوا، وإحنا بنشكركم جميعا اللي ساعد من داخل الكنيسة، أيا كانت كنيسة أرثوذكسية بروتستانتية أي كنيسة جسد الرب. النهاردة كنت بفكر كده، يعني مقولة كنيسة الشهداء. كنيسة الشهداء هي الكنيسة اللي حط أيديها في الكرازة واللي حط أيديها في مساعدة الإخوة. وأنا يعني بصلي إنه إحنا لا نضطهد لأننا ساكتين وخايفين، ولكن نضطهد لأننا عاملين في الحقل. ربنا يبارك كل من مد يده بالمساعدة لإخواتنا، ومن يعني الآن على الأرض يقوم بخدمتهم. أنا بشكركم يعني نيابة عنهم. الجزء اللي جاي هتسمعوا في الصورة الحقيقية اللي مصطفى عايش بيها النهاردة، من بيت مرتاح لتنقلات حول يعني محافظات مصر، يعني عدد كبير من المحافظات، لعدد كبير من دول العالم، لحد ما يروح لمخيم. وفي المخيم ده عايزة أوريكم الفيديو اللي بعته مصطفى عن الخيمة اللي كانوا عايشين فيها. أنا ما صدقتش، هو دلوقتي عايش في أوضة صغيرة، أوضة كده هو وولاده، ربنا بارك إنه حد جاب له، بس ده المخيم اللي كان عايش فيه مصطفى. ويعني أنا مش بعرض مأساة ولا حاجة، أنا عايزاكم تشوفوا حقيقة العيشة اللي كان عايشها. دي الأرض اللي كانوا بيناموا عليها، والركن اللي هيبان بعد شوية، هو الفيديو مقلوب شوية معلش حاولنا نعدله، لكن الركن اللي بيشاور عليه مصطفى ده الركن اللي كان بينام فيه هو وعياله، في وسط الحيوانات، في وسط العقارب، في وسط التعابين، في وسط المطر. ها؟ لكن نشكر الرب انه النهاردة هو عايش في أوضة مقفولة عليهم، لكن في حالة خطيرة جدا. ومع ذلك خلينا نكون حريصين ان احنا نشوف بعين الروح اللي بيطلع من بق مصطفى وأولاده شكر وحمد للمسيح. خلينا نكمل معاهم القصة ونشوف كلمات النعمة اللي ربنا اداها لهم وتعاملات الله معاهم. تفضلوا. طيب مصطفى، احنا طول الوقت واحنا بنسجل معاك احنا سامعين اصوات زي ما يكون في حيوانات حواليك او حاجه زي كده. المشاهدين ما يعرفوش ان انت عايش في منطقه، يعني انت شكلك مرتاح ومبسوط وكده، لكن هل المكان اللي انت فيه ده مكان امن ومريح زي ما ممكن الناس تتخيل؟ المكان اللي انا فيه في دوله افريقيه، الناس هنا بيمسكوا القطه صحيه وبياكلوها. العقارب زي ما بقول لحضرتك ببالغ، العقارب والافاعي كان زي ما في مصر كده بنتكلم عن الصراصير والدبان، يعني الصراصير والدبان في مصر حاجه عاديه، هنا الافاعي والعقارب حاجه عاديه خالص. في انواع حيوانات ما سمعتش عنها قبل كده ولا شفتها، حيوانات مميته. في انواع من العنكبوتات مميته زي العقارب،
المكان اللي فيه غابة في أفريقيا، الدولة دي عاملاها للاجئين، وكل سكان الغابة دي لاجئين من دول أفريقية برضه. يعني أنا الوحيد المصري، بس الكلمة الأولى، الكلمة الأولى والأخيرة هنا لحركة الشباب الصومالية، دولة في المخيم. يعني أنا هربت من اضطهاد المسلمين في مصر، جيت لاضطهاد حركة الشباب الصومالي في المكان ده. يعني المكان اللي انت كويس؟ عايش فيه ده مكان خطير، اذا كان من الناحية الحياة اليومية. انا كنت بقول لك الصوت بيتغير، فانت قلت لي معلش انا واقف، فقلت لك اقعد، فانت رديت عليا رد غريب، يعني انا ما مش اقدرش غريب اعمل. يا فندم، انا اتلسعت بالعقارب كذا مره. ولادي حصل كده، ولولا الاخوه المؤمنين اللي بيساعدوني ما كنتش قدرت اتمكن ان انا اجر اوضه. انا حاليا مأجر اوضه، الاخوه المؤمنين اللي بيساعدوني بيبعتوا لي ايجارها كويس، وبيبعتوا لي كمان مبلغ اعيش منه انا وولادي، لان هنا نشكرك. مفيش اكل ولا شرب، مفيش اكل ولا شرب. لا في اكل وشرب، بس تشتري بفلوس، اي طبعا، يعني بفلوس تشتري يعني حتى ولو طبعا انك بالمصير. في مخيم، لازم يكون عندك فلوس عشان تقدر يعني تاكل لقمة نظيفة. لا 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 يا فندم، مفيش اي حاجه هنا غير من كده. هنا اللي معاك فلوس تاكل. فالاخوه المؤمنين بيبعتوا لي، وزي ما قلت لحضرتك ربنا الصوماليين هم يباركهم، المسيطرين على كل. امين ربنا امين يباركهم. امين. طيب انت كلمتنا عن المنطقة اللي انت عايش فيها دلوقتي، حيات، عقارب، حيوانات، احنا سامعين اصوات طول الوقت. وبالرغم من ده، يعني صورة معيشة انت مش متعود عليها ابدا. لكن كمان انت عندك حركة الشباب الصومالية اللي هي منظمة إرهابية. هل اتعرضت لأي ضغط منهم؟ هل هددوك بأي شكل من الأشكال؟ كتير يا فندم عملوا كده، كتير جدا حاولوا يعملوا كده كويس. وزي ما قلت لحضرتك، انا لولا الاخوه المؤمنين اللي بيساعدوني ما كنتش اقدر اخد اوضه بعيده عنهم خالص خالص. الاوضه دي ادميه، فيها ميه، فيها حنفيه تتفتح كده تنزل ميه، فيها مفتاح في الحيطه ندوس عليه ينور نور. احنا في الاول كنا قاعدين خيمه مشمع في الارض الصحراء كده. دي الايام اللي قلت لحضرتك كنت بتفسح من العقارب انا واولادي، وتمجد تمجد تمجد اسم الرب. الاخوه المؤمنين دول بيعضدوني، خلوني اخدت اوضه كويسه اقدر اعيش فيها انا واولادي، وبعيد عن ايه حركه الشباب دي خالص، طيب بعيد عنها جدا. احكي لي ايه اللي حصل بينك وبين حركة الشباب دي؟ ليه اضطهدوك؟ او ايه كان مظاهر الاضطهاد ده؟ اولا اول حاجه من مظاهر الاضطهاد ان انا مرتد في نظرهم، كنت عارف حضرتك ان المرتد يقتل كويس. عرفوا منين انك مرتد؟ انا بقى ده اللي مستغرب منه، انا اول ما جيت المخيم لقيت الكبير بتاعهم هنا بعت لي هدايا كتير، هدايا كتير جدا، صورتها وبعتها لاخوان المؤمنين عشان اوريهم، وبعت لهم رقم تليفونه. جه كلمني، هو كان متخيل ان انا مثلا يعني مثلا هربان من الفقر، زي الجنسيات الافريقيه اللي عامله الجوع ايوه. كويس. وبعدين يعني انا مش هربان من الفقر ولا حاجه. وبعدين بالنسبه لمصر افضل بكتير جدا من الدوله اللي انا فيها، وافضل من الدول اللي حوالينا اللي منهم ناس جايه تعمل لجوء. اي فما فيش حد يهرب من مصر بسبب احتياج او عوز يجي يعيش في دوله افريقيه طب مهما كان في يعني مصر. هو يعني ده تفتكر كان مثلا بيبعت لك هدايا عشان عايز يجندك مثلا؟ وكلمني وقال لي انا مستعد اساعدك، بس تستتاب ترجع لدينك، وحرام عليك اولادك. هو راجل بيتكلم عربي على فكره، يمني جنسيته. احنا قلنا ما نقولش جنسيات. لا معلش، دي ما يضرش المهم حاجة. الاخوه المؤمنين اللي بيساعدوني عندهم تفقد كل حاجه، بصورها لهم فيديو صوت وصوت، وعارفين كل حاجه عني. وانا عرفتكم مين هم الاخوه المؤمنين دول، ممكن ترجعوا لهم يعني لو حبيتوا أي كويس. بقينا بعد كده بقى ايه، مثلا لما نيجي نخرج في الشارع مثلا ما يرضوش يبيعوا لنا حاجه. يعني عايز اشتري حاجه مثلا اكل انا وعيالي، ما يرضوش كويس. ابعد يا نجس، امشي من هنا، الطريقه دي يعني.
كويس. ويعني كم مرة كده خدت لي علقة حلوة أنا أي يعني كده يعني. إنما دلوقتي أشكر المسيح، أنا في وضع أفضل بكتير مما كنت عليه نشكر الرب، أنا وأولادي. نشكر الرب بالرغم ان الوضع ده يعني برضو لسه فيه مخاطر كتيرة. لكن مصطفى، لو سألتك النهاردة، أفضل، تفضلي. لو سألتك النهاردة، انت بالرغم من انه انت بتحكي بسلاسة اللي حصل في حياتك، كتير من العابرين اما يجوا يتكلموا عن الفترات الصعبة واللي انت لسه فيها، انت لسه عايش فترة صعبة، بيحكوا بألم شديد، وساعات بيكون في مرارة، وساعات بيكون في جرح من الأهل أو جرح من البلد أو وهكذا. لكن أنا مش سامعة ده في صوتك. أنت فرحان وأنت عايش في وسط حياة وعقارب، إيه اللي مفرحك كده؟ أنا عايش في نعمة المسيح يا أخت الفضل. أنا أيوه وأولادي، أنا وأولادي عايشين في نعمة المسيح، وبطلب من رب المجد يسوع إن كل إخواتي اللي هم بيشكوا وبيتضرروا من الألم تلمسهم النعمة أكتر وأكتر، هيحسوا إن الألم دوت لا يقارن بنعمة السلام والفرح. يعني أنت فهي فرحان في مقارنة وسط توازن. الألم. ده انا وولادي طبعا فرحانين، كفايه كفايه ان احنا الهنا المسيح. هللويا ده اكبر هللويا هللويا. هللويا. بتتمنى إيه يا مصطفى؟ النهاردة إيه أمنيتك؟ انا هي مش امنيه، هو انا واثق انها هتحصل كويس، ان مهما طالت عليا الفتره دي في اسم يسوع همشي من الدوله دي وهروح دوله كويسه ولادي يقدروا يتعلموا واقدر انا اتعلم. واتمنى نعمة الرب هيحصل ان انا هكون خادم لكلمة. في اسم يسوع، في اسم يسوع انت خادم الكلمة برضو. بقدر ما اعطاك الرب، كل ما تشارك حد وتعطي الرب المجد وتعطي شهادة لما صنع في حياتك، انت خادم الرب. أمين فأمين، الرب يعطيك ويؤيدك ويبني فيك في روحك الفهم لكلمة الله علشان تقدر أمين تنطلق كده تبارك اللي حواليك بكلمة الرب. باسم يسوع، باسم يسوع. لو تحب تدي شهادة أو كلمة لإخواتك وعمامك وأهلك، الناس اللي اضطهدوك، تحب تقول لهم إيه؟ أنا عايز أقول كلمة لكل المسلمين، مش لإخواتي وأهلي بس، لكل المسلمين كويس؟ تفضل لو تسمحي لي حضرتك، تفضل. المسيحيين مش بيعبدوا 3 آلهة ولا حاجة. الشيطان ضحك عليكم واستخدم محمد في إن هو يوهمكم إن المسيحيين بيعبدوا 3 آلهة. لا، ده مش صح. والمسيحيين مش بيقولوا إن الإله تزوج من مريم العذراء وخلف وأنجب المسيح. غلط غلط. وده أكبر دليل إن أنتوا بتعبدوا الشيطان، لأن الشيطان هو الكذاب وأبو الكذاب زي ما اتوصف في الكتاب المقدس. أي وكل الخلائق، كل البشرية متفقة إن الكون ده كله ليه إله واحد، صح؟ مش كده؟ أي فأنا بقول لإخواتي المسلمين، حاول كده ادعو الاله الواحد اللي انت واثق انه ما فيش غيره، واساله زي ما ابونا زكريا دايما يقول الكلام ده. ادعو الاله الواحد ده، قول له لو انت فعلا ظهرت في الجسد في شخص الرب يسوع اديني علامه، ولو اديتني علامه انا هتبعك مهما تكون العواقب. بس يدعو الدعاء ده او يصلي الصلاه دي وهو فعلا يكون عاوز يعرف الحق. لو اي مسلم او اي واحد مش مسيحي قال الصلاه دي، صدقيني المسيح هيلمسه. هو عاوز الكل يخلصوا. آمين آمين الذي يريد ان الكل يخلصون والى معرفه الحق يقبلوا. آمين. احنا كلنا نفوس غاليه عليه، طيب، وهو اللي بيخبط على ابواب الوقت. في اسم يسوع. اما عن اهلي اللي ظلموني واضطهدوني، وكل المسلمين اللي ظلموني واضطهدوني، انا بحبكم حقيقي، بحبكم من قلبي،
ونفسي ان انتوا تتحرروا من الصنم اللي انتوا بتعبدوه، ومن النبي الكذاب اللي ادعى النبوة اللي هو محمد اللي انتوا بتقولوا عليه اشرف الخلق، وتقولوا عليه انك على خلق عظيم، وهو اصلا ما عندوش اخلاق من الاساس. وصلوا للاله الخالق الحقيقي، قولوا له ادينا علامة، ادينا ارشاد، وحاولوا تدوقوا يعني ايه المحبة، حاولوا تدوقوا يعني ايه اله بيحبنا، مش اله ان شاء يعذبكم وان شاء يغفر لكم. دوقوا المحبة، دوقوا محبة الرب يسوع. ده اللي انا بصلي دايما ليكم، بصلي طب دايما بيه ليكم. يعني انت شاعر في قلبك انك غفرت لهم، يعني انت اتكلمت عن ضباط البوليس، واتكلمت عن الناس اللي طردوك انت وعيالك من حتة لحتة، مراتك، يعني في ناس كتير اساءوا اليك بشكل مؤلم ومباشر جدا. هل انت مش زعلان من الناس دي ابدا يا محمد يا مصطفى؟ الناس دي معذوره يا فندم، الناس دي كتر الف خير، انا عذرها بصراحه، لان هي اللعبه الشيطان لعبها صح. يعني الشيطان زي بقى على حسب فهمي انا، يعني عز عليه القداسه اللي ربنا خلق عليها ادم وحواء، وقدر يغويهم ويسقطهم في الخطيه، كويس؟ كل اللي عمله الشيطان ده ضاع في لحظه على الصليب، اتغفر وضاع في لحظه على الصليب. فما ينفعش التعب اللي تعبه من ايام ادم وحواء يروح هدر، لا، عمل لعبه جديده بقى. قال حسبه، ده كده شرك بالله. اللي يقول ان المسيح ده اله متجسد واتصلب يبقى كده بيكفر بالله، واللي هيكفر هدخله النار. وبكده الناس تنكر لاهوت رب المجد يسوع، وتنكر الصلب، وطالما انكروا الصلب انكروا القيامه، وطالما ده حصل يبقى خرجوا من العمل الكفاري رب المجد يسوع، ورجعوا تاني لنقطة البداية اللي هي نقطة مخالفة الوصية، رجعوا تاني لقبضته. يعني انت عايز تقول فهم انه الاسلام اداة الشيطان ضد ده الناس أكيد دول أنا مش اللي عايز أقول اضطهدوك وكان ليهم يعني يا فندم، يا فندم ده حقيقة. مصطفى اتنقل فعلا من الضلمة للنور وشاف الحقيقة وعاش الحقيقة. يعني اما نسمع كده الكلمات اللي بيقولها الواضح قوي، انتوا شفتوا هو كان عايش فين، وسمعتوا الحيوانات وهي يعني اصوات الحيوانات، وانه بيتمشى مش عارف يقعد في حتة، وانه الحاجات اللي بيعانوها هناك وكده، لكن سمعنا كلمات عمل بتعبر عن عمل الله في حياته واضحة في كل كلامه. قال يعني بيقول كده: انا عايش في نعمة المسيح، والألم لا يقارن بنعمة السلام والفرح اللي انا عايش في وسطه. بيقول يكفي ان الهنا المسيح، وبقول للكل ذوقوا نعمه المسيح. كلام لا يخرج الا من قلب لمسه قلب الله وغيره، فلا يرى المصاعب انها عقبه في الطريق اللي ربنا بيقوده فيه. خليني اقول حاجه، في تعليق جالي من على من الفيسبوك كمان، حابه ان انا يعني اشارك بيه. الاخ عبود بيقول: مصطفى اختبر المسيح اختبار حقيقي في حياته من خلال كلماته بيبان كده. الاخ اشرف بيقول: مصطفى قلبه اكتفى بالمسيح، عابر وصابر على الالام ومسبح للمسيح رغم الالم، فرحان مع يسوع. الرب يرعاك ويكون معك ويعطيك سلام، وتكون آمن في حب المسيح، ما تخافش من الآلام، واطلب يسوع يحميك ويرعاك. بشكركم كل اللي بيعلق وبيشجع مصطفى، هو هيشوف الكلام ده، لكن أنا عايزة الرسالة دي تكون للعابرين جميعا. من اختبر نعمة المسيح ما عندوش في قلبه شكوى، وده لا يميز مصطفى فقط، ولكن ده يميز كثير منكم. فتمسكوا بمحبة الله، وتمسكوا برعاية الله، وكونوا شهادة للرب عن طريق صبركم وثقتكم انه يجد لكم مخرج، وانه له طريق يغير بحياتكم مهما كانت الصعوبة. من اعطى نفسه للمسيح ومن وضع يده على المحراث لا ينظر الى الوراء. في يعني
عندي يعني رسالة مهمة للأهل اللي بيسمعوا. من الصعب جدا إن الواحد يتخيل وهو عايش في وسط عيلته إنه الناس دول نفسهم هم هيكونوا الإيد اللي بتقطع الشرايين علشان يعني تخلص من فضيحة وعار هذا الشخص اللي غير دينه وساب الإسلام. يعني شفته في حالة مصطفى، الحكومة البوليس قال لأهله روحوا اقطعوا شرايينه وإحنا هنقول إنه انتحر، يقولوا عليه مجنون، يقولوا عليه أي حاجة. لكن أنا عايزاكم تفكروا الوازع والدافع الديني اللي يحض على أنك على إنك تقطع إيد ابنك أو بنتك أو إنك تقتل حد لأنه غير إيمانه في قلبه. مصطفى ما كانش ماشي في البلد بيقول للناس أنا بقيت مسيحي، لكن هو غير إيمانه، بس هو غير إيمانه في قلبه، اختار إنه يعيش حياته مع المسيح. مش هنكلمكم على الميراث أو على إنكم تقطعوه من العيلة ولا أي حاجة، لكن أنا بكلم الأهل اللي بيسمعوني والمسلم اللي بيسمعني النهاردة وبقول له الدين الذي يدفعك أن تقتل ابنك بإيدك، إن الأم تحرق ابنها بإيدها، وإن العمام يقف ويعملوا مؤامرة على طفل. الطفل اللي كان بيتحرق ده كان عمره 14 سنة، شاب بيبي 14 سنة. مشكلة كبيرة، ولكن المشكلة في العقيدة اللي جعلتكم كده. والفرق بقى التقابل، إنه المسيح يخلي مصطفى يبقى شاكر في عز الحرب والتعب، وانتم غاضبين لانه فقد وجد الله. انا بصلي من اجلكم. الرساله الجايه بقى دي رساله هامه جدا، الرساله دي تخص اولاد مصطفى. انا عايزاكم تسمعوا صوت يوسف وهو يعني بيحكي لمده دقيقه واحده ايه اكتر حاجه وجعته، وهو دلوقتي نفسه في ايه. يا ريت تعلوا لي قوي صوت يوسف لانه صوته يعني شويه واطي، فخلينا نسمع رساله يوسف للجميع. لما عماني كوني بالمكوى، وانا اتألمت جدا في وقتها، كانت المكوى سخنه جدا، لحد الان المكوى معلمه في بطني، يعني لون بطني محروق خالص من المكوى لحد الان. أثر فيا إن عمامي كانوا بيحرقوني بالمكوى قدام أمي كانت واقفة، يعني أمي ما زعلتش خالص ولا اتأثرت، بل بالعكس كانت بتزعق فيا بتقول لي هتكفر زي أبوك، بس أنا سامحتها برضه. ولحد دلوقتي إحنا بنصلي لهم وأنا مش زعلان منهم خالص، على فكرة أنا غفرت لهم، بس أنا نفسي أرجع المدرسة طبعا، يعني عايز أكمل تعليمي، وأنا نفسي أرجع المدرسة عشان استحالة أكون آخر تعليمي تبقى 5 ابتدائي وأنا دلوقتي 17 سنة، يعني عاوز أرجع المدرسة، حابب التعليم، مينفعش أبقى جاهل. أما هنا استحالة إن أنا أروح المدرسة عشان كرهت أخرج بره أصلا. وأنا نسيت أقول حاجة، أنا عايز أقول إن أي حاجة مع رب المجد يسوع يعني حلوة وجميلة، كفاية سلام وفرح وقاعدين فرحانين. يعني أنا اشتغلت على الفيديو ده أسبوعين ثلاثة، وكل مرة أسمع يوسف وهو بيقول إنه أي حاجة مع المسيح تبقى حلوة وجميلة، كفاية إن إحنا قاعدين فرحانين. فرحه وسلامه هو اللي بيفرح الطفل يوسف. يوسف النهاردة عنده 17 سنة، أخوه عنده أعتقد 14 سنة، الاتنين ما دخلوش مدرسة من 5 ابتدائي وتانية ابتدائي. يوسف بيقول ما ينفعش أكون جاهل، أنا نفسي أروح مدرسة. أنا آسفة، لأنه المعاناة الحقيقية إنه الأطفال يعني يكونوا مدانين لأنه الأهل اختاروا، لكن الحقيقة إن يوسف وتوني هم كمان اختاروا المسيح وعايشين معاه لأنهم بيحبوه وبيقولوا المسيح كفايتنا. أنا عايز أتكلم شوية عن مشكلة الأطفال. في أي دولة غربية الطفل له حقوق، مهما كان الآباء، لو كانوا الآباء مجرمين، لو كانوا الآباء سفاحين، الأطفال بياخدوا حقوقهم بالكامل والدولة ترعاهم بالكامل.
لكن في دولة قانونها هو الشرع الإسلامي لا يمكن الطفل يعامل على إنه إنسان، وده راجع للشرع الإسلامي. أنا عايزة أقرأ لكم رسالة هامة جات لي النهاردة من أحد خدام الرب اللي بيخدموا العابرين على الأرض. بيقول لي الأخت أماني بعد التحية والسلام، بخصوص ما يواجه أطفال العابرين، هي مشكلة حقيقية، حيث في الكثير من الأوقات حين يؤمن أحد الأبوين بالمسيح، أو في بعض الأحيان عندما يؤمن الأبوين، قد يجدوا أنفسهم مجبرين على الهروب من الأهل أو من الزوج الذي يريد قتل الطرف المؤمن، أو كما يسميه الإسلام المرتد، مما يدفعهم للهروب وأخذ الأطفال معهم، وقد لا يستطيع تسجيلهم في أي مدرسة حتى لا يعرفوا مكانهم، مما يفقدهم التعليم. أنا شخصيا أعرف اليوم 7 أطفال بهذه الصورة خارج المدارس من سنوات، منهم من في سن 12 وإلى الآن لا يستطيع القراءة أو الكتابة. مشكلة أخرى تؤثر على الأطفال هي الإزدواجية، حيث يعيش الأطفال في البيت كأسرة مسيحية، أما في المدرسة في مصر يجبر الأطفال على دراسة الدين الإسلامي كمسلمين، مما يؤدي إلى التشويش ولا يتحمل عقل الطفل. تنقل الأطفال وفقدانهم للأصدقاء والأهل من وقت لآخر، في كل مرة يتنقلوا من مكان لآخر، كل هذه المشاكل رأيتها في حياة الكثيرين، وفي نفس الوقت رأيت قلوب تقول المسيح مستحق كل تضحية لأنه ضحى بنفسه أولا. أنا آسفة، خلينا نحط الصوت بتاع يوسف عشان تسمعوه بصورة تانية. لما عماني كوني بالمكوى، وأنا اتألمت جدا في وقتها، كانت المكوى سخنة جدا، لحد الآن المكوى معلمة في بطني، يعني لون بطني محروق خالص من المكوى لحد الآن. أثر فيا بس إن عمامي كانوا بيحرقوني بالمكوى قدام أمي، كانت واقفة، يعني أمي ما زعلتش خالص ولا اتأثرت، بل بالعكس كانت بتزعق فيا، بتقولي هتكفر زي أبوك، بس أنا سامحتها برضه. ولحد دلوقتي احنا بنصلي لهم، وانا مش زعلان منهم خالص على فكرة، انا غفرت لهم، بس انا نفسي ارجع المدرسة طبعا، يعني عايز اكمل تعليمي، وانا نفسي ارجع المدرسة عشان استحالة تكون اخر تعليمي تبقى 5 ابتدائي، وانا دلوقتي 17 سنة، يعني عاوز ارجع المدرسة، حابب التعليم، مينفعش ابقى جاهل. اما هنا استحالة ان انا اروح المدرسة عشان كرهت اخرج بره اصلا. وانا نسيت اقول حاجة، انا عايز اقول ان اي حاجة مع رب المجد يسوع يعني حلوة وجميلة، كفاية سلام وفرح وقاعدين فرحانين. الرب يباركك يا ابني، انت مش جاهل، انت عندك حب المسيح اللي يعلمك وينميك، وفي اسم يسوع هتروح المدرسه انت وكل اولاد العابرين، سنجد طريق، الرب سيجد لكم طريق، واحنا مش هنسكت، لان اولادنا لازم يكون ليهم حقوق، لانهم بشر محتاجين انهم يتعلموا وانهم يعيشوا في امان، والله هيجد ليكم الطريق طول ما أصواتكم بتطلع. أنا بشجعكم إن أصواتكم تطلع وتعلو، وعايزة قصصكم، وبعتوا لنا قصصكم، هنحطها مكتوبة، نحطها بصوت، هنحطها بأي صورة أنتم موافقين عليها، حتى إنه العالم يسمع. القصة مش قصة مصطفى لوحده ولا يوسف ولا توني، هي قصة أعداد هائلة من العابرين والعابرات، أصواتهم لسه ما طلعتش، خايفين وبيهربوا من مكان لمكان. صلوا من أجلنا، اشتركوا معانا في العمل، ابعتوا ناس تساعد الناس دول على الأرض. أنا عايزة أشارككم بحاجة بسيطة، إنه لما هربت بأولادي في دولة غربية، قعدت الأولاد من المدرسة سنة، لأننا كنا هربانين،
لكن في يوم من الأيام قررت إنه الدولة دي فيها حقوق للأطفال، أنا ما أقدرش أحط اسمهم الحقيقي في أي حتة. فروحت للمدرسة ودخلت على ناظر المدرسة اللي ما أعرفش إذا كان مسيحي ولا مسلم حتى، وقلت له أولادي ليهم حق في التعليم لكن ما أقدرش أقول لك لأنه إحنا مطاردين. قال لي من غير ولا كلمة تانية أولادك هيدخلوا المدرسة بأي اسم تحطيه. ودخلوا وتربوا وتعلموا وعاشوا حياة شبه طبيعية، لأن هذه الدولة تحترم حق الإنسان. بصلي إن الله يغير قلوب الحكام والمسؤولين، وإنكم تعطوا الحق للآخر إنه يعيش في وسطكم حتى لو كان هذا الآخر في نظرك مرتد. أنت مش الله، ما تحكمش على هؤلاء الأطفال بالتشرد لأنك غير موافق على إيمان الآباء أو على إيمان الأطفال نفسه. أنا بشكركم جميعا. أنا عارفة أنه النهاردة الحلقة دي كانت شديدة عليا قوي، لكن أنا بطلب منكم أنكم تصلوا من أجل العابرين، بطلب منكم أنكم تصلوا أنه الله يفتح أبواب خدمات داخل الكنائس، وأنه يعني الكنيسة كلها تبقى بتقول ليه الحياة هي المسيح والموت ربح لي، ونعود كما كنا كنيسة الشهداء حتى لو كنا هنكون في خطر، لكن نعود إلى أن نعمل في الحقل اللي ربنا زرعنا فيه، ومنميزش ده عابر وده عابرة ودي عابرة وده مسيحي أصلي وده مسيحي يعني جديد، والكلام ده كله الكلام ده كله مش في الكتاب المقدس، وليس هو قلب الله لأولاده والكنيسته والأحباء. أنا بشكركم وبصلي إنه الله يتعامل مع قلوب الكثيرين من المسلمين اللي سمعونا النهاردة. المسيح عنده حياة أبدية ومحبة خاصة ليك وعايز يتقابل معاك، والنهاردة ممكن الحلقة دي تكون بداية مقابلته معاك. ما تقفلش بابك، ما تقفليش بابك، اعرفي ان ربنا حطك النهاردة وحطك النهاردة تسمع علشان عايز يقولك انا بحبك. الرب يبارككم جميعا، و إلى اللقاء في حلقات قادمة، قصص جديدة، رسائل جديدة من عابرين وعابرات مش خايفين يقولوا إن المسيح خلصهم، وإن المسيح هو قائد السفينة، وإن هو اللي هيوصلهم لبر الأمان. بشكركم وإلى اللقاء.